السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم راح اعلمكم شلون تحصلون سكنين مجانا ومن خارج اللعبه، يعني مثل ما عودتكم على احداث الويب واحداث البرامج والتطبيقات الثانيه اللي تسويها وتحصل من خلالها سكنات. فان شاء الله فيديو اليوم راح يكون اكو حدث خارج اللعبه تسوي وتحصل مقابل هالشي سكنين مجانا لحسابك. وقبل ما نبدا الفيديو خلينا نقول الف مبروك للي فازوا بالاسبوع الفات بالستار لايت. طبعا اللي يحب يحصل ستار لايت فاكو طريقه جدا بسيطه وسهله، كونك انت تنشر على حسابك بالانستغرام. كل اللي عليك تسوي انه انت تاخذ لقطه حلوه من تطبيق التيك توك او لقطه حلوه انت تسويها داخل جيم وتنشر هاي اللقطة وتحط هاشتاك تكتب بي جيش ميلودي، هالشي راح يخليك تدخل كل اسبوع على سحب على ستار لايت تقدر تاخذه بحسابك. راح تحصل فائدتين، يعني الفائدة الاولى انه انت ممكن تنشر وتظل تنشر لقطات حلوة وحسابك ينعرف وممكن بعدين حسابك تستفاد منه بهواي امور، وكذلك راح تفوز بستار لايت حتى اذا ما فزت هذا الاسبوع، نفس الفيديو ممكن يدخل باسبوع ثاني وثالث ورابع، فبالتالي كل ما كثرت فيديوهاتك راح تكثر نسبة فوزك. وخلينا نقول الف مبروك للفائز بعجلة الحظ. اذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من الجوائز الموجودة بالعجلة، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتعلق اي تعليق، راح يتم اختيار تعليق عشوائي. يلا نصلي على نبينا محمد ونبلش شرحنا لهذا اليوم. اول شيء راح تسوي راح تدخل على رابط الديسكورد مالتي بالوصف. طبعا واللي يسأل شنو علاقة الديسكورد بالموضوع، اكو روابط اليوتيوب ممنوع تنشرها بي، فلذلك راح اترك لك رابط الحدث مال المشاركة بالديسكورد. بعد ما راح تدخل للديسكورد مالتي مباشرة راح تروح على روم اسمه حدث التيك توك، راح تظل تنزل بالاسفل لحد ما تجد هاي الخانة اللي موضحها لك بالصورة. بعد ما تدخلها راح تلقى فيديو الي داخل التيك توك، من تدخله راح يكون اكو علامة مكتوب بيها موبايل ليجند مثل ما موضح الان امامك بالصورة، راح تضغط عليها. اذا كنت انت ما مسجل من قبل راح يقول لك اوبن جيم حتى تسجل. بمجرد ما انه انت راح تسجل راح تحصل على سكن مباشرة مجانا، بس في حال انت مسجل من قبل راح تفتح لك هاي الواجهة الثانية وراح تلقى هنا بالعلامة على اليمين مكتوب فري سكن. بمجرد ما انك تضغط على علامة الفري سكن راح يطلع لك الصورة الآتية، راح يكون عندك مهمات تسويها. هاي المهمات هي عبارة عن انه انت ترسل روابط للاشخاص اللي طالعين لك هنا بالاسفل، واي شخص راح يوصل الرابط من عندك ويفتح اللعبة راح يتم عندك تسجيل واحد، ومثل ما تشوف عدد الهدايا على عدد التسجيلات. طبعا انت ممكن تحصل اكثر من 10 سكنات بهذا الحدث، بس انا ذكرت السكنات المضمونة فقط اللي هو اول سكنين اللي راح يكونون كاغورا وبياتريكس، بس ممكن داخل الصناديق تطلع لك سكنات نادرة، ممكن يطلع لك سكن امون السبيشال، ممكن كوم غيرها من السكنات اللي موجودة، بس انا تكلمت على السكنات المضمونة. فبشكل مبسط وسريع راح تدخل على رابط الديسكورد، بعدها راح تنضم الديسكوردنا حتى تفتح لك القوائم اللي موجودة بها الرومات، بعدها تبحث على رابط اسمه حدث التيك توك او روم اسمه حدث التيك توك اللي هو امامك حاليا، بعدها راح تضغط على الفيديو وتضغط على هاي علامة موبايل ليجند، والباقي جدا سهل راح يكون امامك وكل شيء واضح. والان خلينا نتكلم على سكنات الزودياك. طبعا مثل ما وضحت سابقا سكنات الزودياك جالسة تمر بفترة تطوير وتحديث وريفامب او ريميك للسكنات، فاليوم وصل الدور للهيرو زاسك. طبعا زاسك الزودياك حصل على ريفامب او ريميك وتغير شكله وتغير افكتاته داخل الجيم وصارت احلى واقوى، وحس انه هذا التحديث انطر سكنات الزودياك قيمتها، لان السكنات جدا قديمة فيراد لها تحديث او تطوير حتى ترجع بشكل معاصر لهيروات اللعبة او سكنات اللعبة الباقية. فراح اترككم مع لقطات للإفكتات وألوان السكن، أتمنى تكونوا استفاديتوا من الفيديو، أترككم مع العرض التشويقي.